السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم رانا مع سيارة أريزو ويت. هذه سيارة راهي تباع في الجزائر بسعر 529 مليون. راح نتعرفوا على بعض التحكمات الموجودة داخل السيارة. الحاجة الأولى باش تعرفوا فقط أن السيارة هذه سهلة الاستعمال، أي واحد يقدر يركب في السيارة مباشرة، يقدر يتحكم فيها. كذلك نشوفوا الليكرون داكتيل تاعها وشاشة العدادات المتعلقة بالسائق. هذو يجونا من شركة هواوي، وبالتالي الكاليتي تاعها راح تكون ما شاء الله في اللمس، في زاوية الرؤية، ولا الكاليتي ولا الجودة تاع السيارة. نبداو بالكاميرا، نشوفوا الشاشة الرؤية تاعها كما راكم تشوفوا. سيارة عفوا الكاميرا تاعها ما شاء الله فيها كذلك 3D، تقدر تتحكم في مختلف الجوانب تاع السيارة كما رانا نشوفوا. السيارة قلنا سهلة الاستعمال، إيكرون داكتيل يمشي يتفاعل معك بطريقة جد إيجابية، فيها العديد من المواصفات. هذه إيكرون داكتيل، هذه فيها كذلك تاع الداتش كام اللي تقدر تخدم بها فيديو، تسجل بها فيديو عادي. شوفوا خوتي الداتش كام تاعها اللي تقدر تسجل بها فيديو. هنا تقدر الان من خلال الداتش كام تخدم بالكات ميموار، جي كات ميموار، تقدر ديرها هنا في السياره وتبدا تسجل بها لي فيديو كيما تحب انت. فيها كذلك خاصيه تاع الذكاء الاصطناعي هذا تاع شيري، راكم تشوفوا فيه يراقب فيكم. هذا هو تاع شيري، راني نمزح فقط. مثلا نطولوا بعض الاوامر ونشوفوه كيفاش يتفاعل معنا، حتى يتفاعل باللغه العربيه. انا اسمع. افتح النوافذ. طيب، شوفوا كيفاش يفتح معنا النوافذ مباشرة. نفتح النوافذ الان، نطولوا امر باش يغلق النوافذ وتشوفوا كيفاش يتفاعل معنا. انا موجود. اغلق النوافذ. طيب، شوفوا كيفاش افتح وعاود سكر النوافذ ويدعم اللغة العربية، وهذه حاجة جد ممتازة. كذلك نحكي على بعض الخصائص الموجودة في السيارة، مثلا الأوضاع، نحكي على الأوضاع ولا لي مود اللي نصيبوهم في هاته السيارة. كما كنت تشوفوا خوتي فيها ثلاث وضعيات، فيها الوضع الاقتصادي، فيها الوضع الرياضي، وفيها الوضع القياسي. هذو هما تقدر تخدم بأي... الوضع الرياضي، الوضع القياسي، النموذج الاقتصادي. هذو هما الأوضاع الموجودين في السيارة. نقدر كذلك نحكي على بعض الخصائص الموجودة في السيارة، وهي أن التحكمات في الكراسي تكون كهربائية، تقدر تافونسي عفوا تقدم وتوخر في الكرسي تاعك. كذلك فيها ثلاث وضعيات تقدر تسوفغارديهم مباشرة، تكليكي مثلا عن الوضعية واحد مباشرة تاخذ الوضعية رقم واحد، كذلك رقم اثنين وثلاثة. هذو ثلاثة تسوفغارديهم في الذاكرة تاع السيارة كما رانا نشوفوا. كذلك ليفيت الكتريك، كذلك التحكمات في روتروفيزور ربطة بإلكتريك. هذو هما معظم السيارة الخصائص الموجودين في السيارة. كذلك جهة الراكب رانا نصيبو في تحكمات تاع السياج، كذلك الكتريكي كما راكم تشوفوا خوتي. لي باف ولا النموذج الصوتي ولا سيستيم دو سون تاع علامة أريزو ويت راهو يجينا من علامة سوني، معناتها سيارة فعلا فخمة. وتشوفوا هذوما الأضواء هذوما اللي يظهروا معنا في الليل، رانا نشوفوا هذه التوش هذه تاع البوا كذلك موجودة في السيارة. نشوفوا لمسات بالكوير إلى آخره، فيها كاليتي ما شاء الله خوتي. هذه السيارة قلنا راهي تباع بسعر 529 مليون سنتيم. فيها نظام الفرامل الإلكتروني، فيها نظام أوتو هول، هذا نظام مثلا تكون في المرتفعات ولا بمجرد ما تكليكي ولا تفعل النقطة هذه تاع أوتو هول، هذه كما كنتم تشوفوا فيها خوتي اللي مكتوبة فيها الأ، السيارة ما تعاودش تولي للخلف. فيها كذلك التحكمات هذوما خوتي تاع إيكرون داكتيل، تقدر تشغلها عادي. فيها لوكاليزاسيون، فيها داتش كام،
العديد من المواصفات الموجودة في هذه السيارة أريزو ويت. نقدر أخوتي نحكي لكم عليها 40 دقيقة وأنا نحكي على الخصائص تاعها. فيها هذه كذلك تحكمات في الكليماتيزاسيون، تكون كذلك هاي كما كنتم تشوفوا تقدر تشعل الكليماتيزور، الوضعيه تاع الكليماتيزور الى اخره. فيها مجموعه غير منتهيه، فيها شارجور كما كنتم تشوفوا خاوتي، كذلك اي اس بي، منفذ اي اس بي. الشارجور هذا تايب سي خاوتي، تقدر تشارجي به التليفون تاعك. قلت لكم خاوتي قادر نحكي عليها من 40 دقيقه وانا نحكي في الفيديو هذا، وما نشرح نحكيو على الخصائص الموجوده في السياره. حبيت نتطرق الاهم الخصائص اللي تقدر تستعملهم في هذه السياره، وكنتوا معنا في هذا الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.